ثابت ابص الاقي الكومه والسبراي لاترال وانت انفيد اليورين يعني. وده مرض اوس اوف تيست اوف كارسينوما اوف ذا سيرفيكس والسبرين. ليه؟ عشان بيحصل انفيجن اليورتر من الناحيه دي واليورتر من الناحيه الثانيه يجي قافل اليورتر وقافل الجدني يحصل العيان جرين. فلازم السوبرا فوجينال بارت بتاع السيرفيكس ده مهم جدا عند اللاتريشن بتاعته بالذات. وحتى الانتروليشن لازق في الجدر ماسك في الجدر دي والبوستوريشن بتغطي بالبرتونيه. الوحيد اللي بيغطي البروتين البوستيريور سيرفيس بتاع ايه؟ السوبرا فاجينال بارت بالذات. لكن لو كده الفاجينال بارت بتاع الزاتت لاترال لي اللاترال فورنس واللاترال فورنس مش اي مشكله. يبقى دي اللاترال ريليشن بتاع اليوترس للبودي والسيرفيس والجزئية الاثنين. دي الانتيرو ريليشن قلناها والبوستيريور ريليشن قلناها دي اليوترس. ما احنا هناك هذا الكانسر سيرفيس هيعمل انفيجن لليورتر لليورتر على اللاترال سايد بتاعه. فالكلود ده يورتر اون بوث سايد ذيس ويل ليد تو رينيس رينا فين اند ذيس لا لا مش ضمن الكونتنت بتاع ده. انا رسمت جوه الليجامنت بره اي حاجه بره الليجامنت يبقى بره الليجامنت. اي حاجه جوه الليجامنت يبقى منقطه يبقى جوه الليجامنت. الراوند ليجامنت جوه والراوند ليجامنت جوه الثاني والتراين ارتر والتراين فين جوه والفالوبيان تيوب جوه والبراس والاوفر رينا بتاع الميوزيس الداخل جوه. لكن اليوتر بره ما ينفعش اليوتر يدخل ليجامنت. ايه النورمال بوزيشن بتاع اليوترس؟ لو انا بصيت لاترال فيو اليوترس حاليا اليوترس عامل كده اهو. والسيرفكس اهو وقالب الفاجينا الانتيرو وول بتاع الفاجينا اهو وقالب البوستيرو وول بتاع الفاجينا اهو. ده النورمال بوزيشن فيو اللي قدام الفلاتر ده بيصرف وراها الريكتر. ده لاترال فيو. هبص الاقي اليوترس نايم على البلاتر فيز بلاتر اهو فاكس عليها كده اهو. فهلاقي اللونج اكسس بتاع اليوترس بيربنديكولار تو ذا لونج اكسس اوف الفاجينا. وده اللي بيسموه انتي فيرتيكال او انتي فيرشن. انتي فيرشن يعني في لونج اكسس بتاع اليوتر اليوتر ميك ابربنديكولار اكسس اون ذا لونج اكسس اوف ذا فاجينا. لك في القدام فاجينا كده اهو كده اهو في انجل عمودي مش كده وبس. ده اليوترس نفسه متني على نفسه بحيث ان اللونج اكسس بتاع البودي بتاع اليوترس عامل انجل مع اللونج اكسس بتاع السيرفنس. وذاك اليوترس از بيلدينج ابون السيلف فينست ابون السيلف. وده اللي بيسموه انتي فليكشن. فالنورمال بوزيشن بتاع اليوترس انتي فيرتد انتي فليكس. ده النورمال بوزيشن بتاع اليوترس. اليوترس ده مات في قدام على الفلاتر ومتني على نفسه انتي فيرتد انتي فليكس. هي دي لها سيجنفكانس. لان اكثر انتر كورس ببص الاقي السيمن از كولكتد انتو ذا بوستيريور فورنكس. لأن هذا البوستيريور فورنكس از ديب لكن الانتيريور فورنكس شلل صغير. لكن ده فالسيمن يتجمع في هذا البوستيريور فورنكس. وده قبال مين؟ الاكسترنال قص. فتيجي السبيرم داخله وراح الانتراين تشوف بتحصل فيرتلايزيشن للاوفا.
لو حصل العكس لقيت هذا الانترنت دوت مملوك بالخالي ده هيبقى مملوك بالخالي بدل انتي فاليو هيبقى ريترو فاليو بدل ما هو انتي فليكسد ما مالتي من قدام هيبقى ريترو فليكسد بالخلف لما يبقى مقلوب لورا بيسموها الـ RVF Retroversion Flexion RVF اسمها very common very common لما يتخرجوا ان شاء الله اللي الست دي عندها RVF البنت دي عندها RVF RVF يعني راح مقلوب للخلف Retroversion Flexion الريتروفيرشن فليكشن الون از نوت ا بروبلم يعني لو جبت مجموعه من البنات وعملت لهم الترا ساوند هلاقي كتير جدا منهم ار بي اف لكن يحصل بريجنس عادي وانس يحصل بريجنس اليوترس والاي اي والبيكام بيربنديكولار اند ويل كوريكت اتس بوزيشن فمفيش اي قضيه في ار بي اف ابدا الا لو جات واحده تشتكي من انفرتيليتي وما عندهاش حاجه خالص وزوجها ما عندوش حاجه خالص وعندها ار بي اف فبتهم مين؟ ليه بقى؟ لان في الار بي اف الاكسنه الاس بعدت عن البوستيريور فورمس اللي هو بيتحوش فيه السيمن والسبيرم فعشان كده بيبقى ديفيكالت للسبيرم انه فايند اتس واي عشان يوصل للبرايم تيوب ولكن في حالات من الار بي اف تبقى انفرتايل لكن الكلام ده هو كله نظر على فكره لان ميني اوف ذا ار بي اف وومن بيكام بريجننت لكن هو تهمه اللي كان عندها ار بي اف اسمها تلفيكوم تلفيكوم امراض نسا ار بي اف فلما اعرف يعني ايه ار بي اف في مشاكل ار بي اف. نعم. موست اوف ذا سبب از كونجنتال. ايه ممكن ده بيه كده؟ ايه موجوده فيه كده؟ وساعة ما بيحصل حل بيكونكت ات سيلف يبقى طبيعي عادي. على فكره موست اوف ذا يانج جيرل هاف ار بي اف وبيتعادل كوريكتد باي بيك. ده الموست كومنس ليه موجوده فيه كده؟ ار بي اف. بعد يعني ما تكونش بعد الولاده. هو في اسباب تانية هي الفكره كلها ان الرحم بيرجع لورا بيرجع لورا ليه؟ ممكن يكون نمره واحد الفلور بتاع البيربس فين ويك فالسبورت بتاع اليوترس راح راح فاليوترس يجي يحصل له كولابس ينزل لتحت ويتقلب لورا لكن الكومنس الار بي اف بتاعت الايه؟ ان هي مهمه جدا اصلا ماشي ار بي اف طيب احنا ايه اللي بيعمل سبورت لليوترس؟ بريسوبوزيشن انا عندي اليوترس اهو وعندي يوترس اهوت سيمسن بيوبس يورينال بلادر يوريثرا وادي اليوترس وادي الفاجينا مستيريو فورمس وادي الريكتم وادي السكر ده سجده البيو
اللي عنده بصير فيه. انا عايز اعرف المين سبورت بتاع هذا البيت. نمرة واحد ليفيتر إناي مصر زائد البرينيال فوتيل. نمرة واحد لغاية نمرة 20. المين سبورت هي الليفيتور نمبر اللي عنده الفلو بتاع الجلد. والبرينيال بودي، البرينيال بودي هو الجزء الفايبروماسكولار مات ما بين الانر كانال وبين الفاجاينا ده اهو. ده البرينيال بودي فايبروماسكولار مات ما بين الفاجاينا قدام لقينا الكلام من الخلف. فاكرين لما خدنا لقينا الكلام وقلنا ان قدامها البرنير بودي. فالبرنير بودي والليفيتور نايف ده المين سبورت بتاع الليبرال انتو بوزيشن. انتوا عارفين دايما كل ده البيلفس اهو. ده الكبت بتاعه والليفيتور نايف عامله مصل اهي. عند الفلور بتاع البلفس ادي البلفس اهو والفلور بتاعه اللي بيتر ناين مصر. اليوترس هنا اهو والسيرفكس هنا اهو والفاجينا اهي. الفاجينا بتختلف هذا اللي بيتر ناين مصر عشان تطلع تكمل الفاجينا لاكسنا جينيتال. فتبقى دي شيت اوف مصر مضيقه اليوترس شايل اليوترس التوم بتاعها شايل اليوترس كله. وذلك لما يحصل تشايلد بيرث ويحصل انجن لفيتر ناين مصر او يحصل مالتيبل بريجنسي الست تخلف كتير جدا يحصلهاش برايمري لابس. ليه؟ لان هذا المصر بيكمز ويك فهي اليوترس نازل لتحت يحصل البرايمري لابس. عارفين يعني ايه برايمري لابس؟ يعني سقوط سقف البدن البرايم ولذلك اتس فيري كومن الترايب لابس افتر ديفيكالت ليبر. ليه؟ لان الديفيكالت ليبر الراس يعني مستنيه تنزل وبيحصل ستريننج واحيانا يركبوا جيفت جيفت فورسكس عشان يشدوا بيه الطفل وممكن يحصل انجر لهذا المصل. فبص هيحصل بقى بعد كده ترايب لابس. فالمين سبورت البيتر ناين ولذلك في ناس بعد البريك بعد الليبر يعملوا اكسرسايزز للليفيتور ناين مصر عشان يحافظوا على التوم عشان يحافظوا على التوم والسبورت عشان ما يجيهاش الترانكول لابس. لان في سنتر كتيره جدا بعد الليبر ياخدوا السنتر دي ويعملوا لها تدريبات للليفيتور ناين مصر عشان يرجعوها تاني للقوه. فلما اجي اتكلم عن السبورت لازم احط الليفيتور ناين مصر لازم احط رقابه كبير وافضل بقى لغايه ما الامتحان يخلص وبعد كده اكمل وجنبها على طول البرينيال بودي. البرينيال بودي ده هو اللي بيسبورت الفاجينا ولما طبعا بيسبورت هذا الفاجينا يبقى هيسبورت هذا مين؟ هذا اليوترس. البرينيال بودي احيانا بيتعور لما تكون ست بالذات برايم. برايم يعني اول مره تولد والدكتور مش واخد بقى وما خدش باله وما عملش حاجه اسمها ابيزيوتم. ابيزيوتم يعني بيشق العجام قبل الولاده. مش مهم حققها من اخر برميل. فبص تلاقي الطفل راسه كبيره نزلت قطعت البرنيه البطن. وقطعت الفاجينا حتى فتحتها لغايه هنا الكنان. في هذه الحاله البرنيه البودي ضاع. العينه اللي هي تيجي لها بعد كده بولاس وزراعين بولاس. فالبرنيال بودي از مين سبورت. انت فاهم حاجه؟ فلما اتكلم على السبورت اتكلم على مين؟ الليفر ماي مصر والبرنيال بودي. وديها حقها ايه؟
الذكر والكلام. اللي بيتوا النهائي بص ده انا سمتها هنا اهوت اهي. والفاجينا دخلت فيها ومحوطه الفاجينا وعامله سفنكتر على الفاجينا اسمه سفنكتر فاجينا. فالترم بتاعها سبورت اليوترس والفاجينا والسيرفكس وكلهم. لو حصل لها ويكنس هيبدأ يسقط لتحت على طول. كلهم براين برولابس. انتوا فاهمين حاجه؟ تاني حاجه الليجمنتس. دي اول حاجه هي دي اهم واكتر حاجه. نيجي عند الليجمنت. اول ما اتكلم عن الليجمنت نمره واحد اكبر واحد فيهم واهم واحد فيهم الترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت او بيسموه الكارنال ليجمنت او بيسموه ماكن رودز ليجمنت اسم راجل مصري. كل اسماء تحصل لما اشتغل لسه وجاي. لان اذا ذكرت الليجامنت اول ليجامنت لازم احطه هو ده. ايه هو الترانسفيرس يعني ما بيعملوش بالعرض. طالع من السير ماسك في السير سوبر فاجينال بارت بتاع السير وماسك في الفاجينال فورد اللي اهو ورايح على اللاترال وورد اوف ذا بيلفيس اللي اهو. ماسك من اهو من الناحيه الثانيه. عشان كده سموه ترانسفيرس. لان ماشي بالعرض. ماسك من السوبرا فاجينال بار بتاع السيرفكس والفاجينال وول ورايح على اللاترال وول والسيرفكس بالعرض فمشدود كده اهو فشدد مين؟ اليوترس نفسه بوزيشن سبورتنج اليوترس وده بيسموه الكاردنال ليجامنت. كاردنال يعني ايه؟ يعني حاجه اساسيه. ماكروس ليجامنت اسم الراجل الوسط. عبد الوهاب ليجامنت اسم الراجل اللي عارفه. لكن هو في حاجه اي حاجه. اذا ذكرت الليجامنت لازم اخد ده الاول. وخط عريض واقعد لغايه الامتحان الثاني بتاع الترم الثاني ما يروح. وبعدين اكتب اللي وراه. في واحد جاي من السيرفكس والفاجينا اهوت وحواليه من البلادر. ورايح يمسك في البيبل بون من الناحيه دي واحد في الناحيه الثانيه. بيسموه بيوبو سيرفايكال ليجامنت. في واحد يجي من السيرفيس ويعدي حوالين الركب ويروح للسيكرم. ويلف حوالين الركب. بيسموه ساكرو يوتراين ليجامنت. أو ساكرو سيرفايكا لكن ساكرو ترانكوال أكتر. دول الثلاثة ليجامنت اللي موجودين. لكن أهم واحد فيهم الكاردنال ليجامنت. وهذا الكاردنال ليجامنت لا أنسى أبدا تحت أي ظرف إن اليوريتر وهو جاي عشان يدخل في اليوريتر بدر إت باسز إنسايد إت. شفنا قلنا اليوريتر على جانبي السيرفس وعلى جانبي السيرفس هذا الليجامنت. يبقى عشان يعدي جنب السيرفس لازم يختلط هذا الليجامنت. امباسس انسايد ات. ودي برضه فاكت مهمه جدا. لان في الترايب كولابس الناس اللي عندهم سقوط رحمي احيانا بيستعملوا هذا الليجامنت يرفعوه ويشدوه عشان يشد الرحم لفوق. لازم اعرف ان اليوريتر باسس انسايد ات. يبقى المين سبورت لغايه دلوقتي فيترناين ماسل برنير بوز. نمره اثنين ليجامنت اول واحد الكبير فيهم ترانسفيرس والاثنين الصغيرين التانيين مش عارف مين اللي قدام اللي هو ايه؟ البيوبو سيرفايكال والثاني السابو دراين ليجامنت. وده اثنين ده اثنين ده محوط الجدر بدر من النص وده محوط الجدر. البرود ليجامنت
والراوند ليجامنت اوف ذا يوترس هاز نو رول ان سبورتنج ذات. الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس والراوند ليجامنت هاف نو رول ان سبورتنج ذات. لكن الراوند ليجامنت ميزته في حاجه واحده بس، ان الراوند ليجامنت جاي كده اهو جاي من فوق نعم، فبيشيل اليوترس لقدام، فبيحافظ على مين؟ على الانتي فيرشن والانتي فيكشن. ده ميزته. ولذلك الناس اللي عندهم ار بي اس بيستعملوا هذا الراوند ليجامنت عشان يرجعوا اليوترس تاني مكانه ويشدوه، فيجي ايه عامل رحم وهو شد كده اهوت فيثبته في مكانه. الراوند ليجامنت المين اكشن بتاعه ات بريزيرف ذا انتي فيرشن انتي فيكشن اوف ذا يوترس، لكن ات هاز نو رول ان سبورتنج ذا يوترس. ان سبورتنج ذا مين؟ عند الدايت عند الدايت بيصير معاهم يقلبها يقلبها مانوال كده، لكن ممكن ترجع تاني ترجع تاني. ليه بقى؟ لان هو اصلا واخد وضع ده كده، انت هتعمليه كده اوكي، بعد شويه هيجي راجع تاني مكانه لان هو اصلا مثبت على هذا المكان. لكن انا لما ارجعه قدام كده اهو والراوند ليجامنت دوت اجي شده ومثبته هيتم مكانه. وهو عمليه ما مش يعني ما لهاش اي قيمه، ازاي هيثبتيه مانوال وهو اصلا اتاتش لحاجات كتير جدا مثبتاه. طرف الكره الثاني موجود صعب. انا حاطط حاجه، لو انت جبتي مثلا 100 بنت وعملت لهم اشعه موجات صوتيه هتلاقي 60% منهم ارتيرا الرحم بالمنظر. ده مش معناه انهم ارتيرا، ده مش معناه انهم فيهم خطا، لا هيحملوا وساعه الحمل ترجع تنام طبيعي. فمعنى ذلك ان 60 دول عندهم باك بين. الا لو كان سبب مثلا في فيبرويد، فيبرويد اللي هو ورم، ورم ليفي، يعني ورم ليفي يلفوا الورم، يعني ورم ليفي جاب في الكون او حته بقى التقل بتاعه ممكن يلفوا، فيبقى في ورم واليوترس ورم ممكن ينزل السكر، ده اللي ممكن يعمل باك بين. لكن هيتقلب من اهو، طب ما في الريكتم اهو، فالباك بين